السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. بدأ صباح اليوم وصول وفود المنتخب الأرجنتي الكولومبي إلى أرض مملكة البحرين، وذلك لمواجهة المنتخب الوطني الأول يوم الخميس المقبل على استاد البحرين الوطنية، وذلك في اللقاء الودي الدولي ضمن سلسلة المباريات الودية للأحمر، حيث كان سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم في مقدمة مستقبلي الدفعة الأولى من وفد المنتخب الكولومبي، إذ وصل إلى مملكة البحرين وفد مكون من 15 شخصا على رأسهم نائب رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، إضافة للمدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان والجهاز الفني والإداري. واعتقد الوفود ستتوافد ان شاء الله خلال هاليومين من لاعبين من 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 مسؤولين في الاتحاد، ونحن بالعكس جميع الاستعدادات الاداريه ولله الحمد من احسن ما يكون، واعتقد حسن الضيافه والاستقبال اعتقد وفقنا في نجاح تام، وان شاء الله امنين ان شاء الله هالايام يكون فيه الجمهور البحريني يستمتع، وان شاء الله سنعلن احنا كاتحاد عن مواعيد للتمارين اللي ممكن الجمهور ياتي ويعني يلتقي بهذه النجوم ان شاء الله في الايام القادمه. أطاح فريق المحرق بجاره الحالة في الجولة الثانية من الدورة الثلاثية لدوري زين البحرين لكرة السلة، وذلك بعد أن فاز عليه ب 93 نقطة مقابل 89، حيث كان أفضل المسجلين في صفوف المحرق المحترف السنغالي إبراهيم توماس بتسجيل 25 نقطة، في حين كان أفضل المسجلين في صفوف الحالة المحترف الأمريكي جوستن هارد بتسجيله 30 نقطة. ردت طائرة المحرقة دين مباراة القسم الأول إلى طائرة البسيتين، وذلك بعدما هزمتها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعت بينهما على صالة اتحاد الطائرة ضمن منافسات القسم الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة، حيث رفع المحرق بهذا الفوز رصيده إلى 31 نقطة، بينما ظل البسيتين عند نقاطه 15 السابقة.